السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما تنبيه سري المفعول عن أمطار رعدية معتبرة ستخص الواجهة الوسطى الشرقية وخاصة الواجهة الشرقية بكميات قد تصل 50 ملم، وهذا إلى غاية منتصف من نهار الغد إن شاء الله. إذا خلال هذه الليلة أمطار تكون معتبرة على شكل زخات ستخص الواجهة الساحلية، ثلوج كذلك ستتساقط على القمم الجبلية الشرقية، بينما خلال يوم الغد تحسن في حال الطقس خلال الظهيرة، لكن خلال الصباح إن شاء الله ستشهد المناطق الوسطى وكذلك الشرقية دائما سحب سفلى كثيفة. أمطار على شكل زخات خلال الصباح ستخص إلى غاية منتصف النهار المناطق الشرقية الساحلية. ضباب كثيف على المرتفعات الداخلية ليزول فسيح لأجواء غائمة جزئيا، بينما أجواء مستقرة على الواجهة الغربية على السواحل وحتى على المرتفعات والهضاب. جنوبا أجواء مغشاة على مناطق الجنوب الغربي كذلك أقصى الجنوب، مع زوابع رملية ستنشط على الصحراء الوسطى وكذلك الحدود المالية الجزائرية. خلال ليلة اليوم خاصة صباحة الغد طقس بارد تقريبا على جل المناطق الشمالية خاصة المرتفعات والهضاب، مع درجة واحدة تحت الصفر على تيارت، كذلك المشرية عام البيض درجة الصفر على الجلفة، مقاييس ما بين 6 درجات لغاية 10 درجات على السواحل، 9 درجات على الصحراء الوسطى، كذلك ولاية تندوف 14 درجة على أقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة الغد درجة الحرارة القصوى في تراجع، طقس بارد على المرتفعات والهضاب مع 11 درجة فقط على سطيف، قالما ميلاخ نشلاس وقهراس باتنا الجلفة 12 درجة على المشيرين عامة والبيض، 21 درجة على تلمسان، 20 درجة على وهران، 16 درجة على العاصمة كذلك تيزي وزو والبويرة، 18 درجة على ولاية غرداي، 20 درجة على بشار، 25 درجة على تندوف، 30 درجة كالمقياس على أقصى الجنوب. البحر خلال يوم الغد يبقى هائج إلى كثير الهيجان خاصة السواحل الشرقية، رياح ستشتد تصل إلى 50 كم في الساعة، بحر مضطرب محليا على السواحل الوسطى لكن هادئ على السواحل الغربية، مع رياح ضعيفة متغيرة الاتجاهات لن تتعدى 20 كم في الساعة. وقت غروب الشمس ليوم الغد على مستوى العاصمة سيكون بحول الله في تمام 5:32. أشكركم على المتابعة، أمسية طيبة للجميع.